السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنجددوا لكم الترحاب بالمحل ديالكم هميزات فتيحة عين سبع، الكليان ديالنا الزوين متتبعي صفحة هميزات فتيحة عين سبع. مرحبا بكم، بلا كاين شي مشكل صافي. اذا وجدنا لكم هاد الطابله لي كيفاش نقول لكم، لحقاش اليوم دخل بديع جديد بيض كيف ما وعدناكم اننا ان شاء الله غادي نجيبوا البديع الجديد. غنجيبوا لكم الجديد في البديع، راه كاين الجديد في البديع اليوم، وكاين الاثمنه الخياليه، وكيف العاده كيف ما قلنا في اللايف اللي فات انه ان شاء الله ابتداء من اللايف اللي فات اللي هو كان يوم ثلاثاء حتى راس العام ان شاء الله غتبقى البروموسيون ديال ليكيداسيون ديسمبر، ليكيداسيون ديسمبر الاثمنة الخيالية والليكيداسيون ان شاء الله. علاش؟ لحقاش في شهر واحد ان شاء الله داخل الناس العجديدة جديدة ما كايناش السوق، ولكن حنا ماشي غنتسناو حتى شهر واحد غنجي لكم الجديد، راه كل لايف الجديد ضروري. دابا راه ولا الفيس ما يمكنش نديرو لايف بلا جديد. اذا وجدنا لكم هاد الطابلة اللي صراحة هادي طابلة كيفاش نقول لكم انها يومية فيها ما صافي بارك علينا من البريستيج ديما البريستيج ديما البريستيج. فارتئينا في هذا اللايف انا نوجد لكم هذه الطابله اللي هي فيها شي حويجات اللي هما زوينين والثمن ديالهم زوين والكاليتي ديالهم زوينه، وان شاء الله الاستعمال ديالهم اليومي. كاينين دي بروموسيون، جبنا لكم دي بلاطو جداد، جبنا لكم سلعه ديال البديع جديده، جبنا لكم كيسان جداد صراحه سبيسيال وبروموسيون خطيره، وانا جايكم ان شاء الله بالديتاي وبياس باغ بياس. غير بقاو معنا، واللي كنطلب لكم نطلب منكم تبارطاجيو هذا اللايف مع الحباب ديالكم ان شاء الله. تبارك الله على السي حميد الله يحفظك، انا راشد صويره، مرحبا بالسي حميد. اذا غنبدا لكم ان شاء الله بهاد لاطابل اللي وجدناها لكم، اللي جات فيها سلعه جديده ديال البديع الابيض، جات فيها هاد الجبانيه هاهي الجبانيه تبارك الله مويان، جاو هاد الطباسل هادو اللي كيجيو معاها اولا تقدروا ديروهم بوحدهم. جبنا لكم هاد التويشيه ديال الحريره، ها رمضان جاي ان شاء الله، شوفوا كي دايره خطيره بزاف، والاثمنه حديت ولا حرج ان شاء الله، غير صبروا معايا حديت ولا حرج. جبنا لكم هاد الصلاديه تبارك الله، شوف قداش هادشي راه ما شاء الله، هادو بعدا والثمن ديالهم صراحه هاوته هاوته هاوته، وكميه في هاد البديع الابيض راه محدوده. اتونسيون لحقاش كناخذها هاوته، يعني كتشيط وكارت كيشيط كرتون، وكنجيبو ليكم بثمن رخيص جدا، وكنبيعو لكم بثمن رخيص جدا. وها الصغير ديالو، والمفاجأة في هاد اللايف أننا جبنا لكم هاد الكاس، شوف 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 شوف، واه واه واه، هذا غنقول لكم الثمن ديال الحاجة كتباع في السوق، والثمن شحال إن شاء الله غنبيعوه ليكم. إذا ما نطولش عليكم ونبدا لكم في لاطابل كما عودناكم التقليد اللي ديما كنديروه، جبنا لكم هاد الجبانيات هادو. للإشارة أن الجبانية حاليا في السوق راه تزادت، الجبانية كانت كتباع ب 100 ريال راه دايرة 100 دراهم، راه جملة واصلة حتى 6 دراهم ونص 7 دراهم جملة، كتباع ب 800 دراهم، والناس ردوا الباب في شعبان راه غتاخذوا ورمضان غتاخذوا جبانية ب 800 دراهم. فجبنا لكم هاد الجبانية المويان الكاليتي ديالها خطيرة ديال تركيا، كنبيعوا لكم 12 بياسة ب 50 درهم، 12 بياسة ب 50 درهم، إذا أقل من 5 دراهم الوحدة، ما كاينش الثمن في السوق. جبنا لكم هاد الطبسيل الزوين، ها هو كيمشي معاها واعر خطير مويهان، الكاليتي ديالو مليحة حتى هو، بديع بيض ما كيديموضاش. خمسة طباسل بحال هادو غيتباع لكم ب 35 درهم، خمسة طباسل ب 35 درهم، ما بغيناش نقوو منهم لحقاش الناس ديما كيقول لنا كونتيتي كثيرة بزاف علينا، إذا خمسة طباسل ب 35 درهم، وأنا جاي لكم إن شاء الله لبديع البيض تما. جبنا لكم هاد السوبيرا ديال الحريرة، هاتي واعرة هادي وكبيرة تبارك الله، وفيها هاد الحجرة والقطعة ديالها ديال الزاج، وفيها الدوري من هنا، واليديات ديالها هما جوج واعرة، كتجيب الكرطونة ديالها، كتجيب الكرطونة ديالها خطيرة كاليتي واعرة، والكمية محدودة ما فيهاش بزاف، بغيت نجيب منها أكثر من الكمية، ولكن للأسف ما كايناش وما غتبقاش تدخل في السوق. والثمن ديالها هادي راه كتباع ب 120 درهم باش كتباع في بلايص أخرين، حنا غنبيعوها لكم فقط ب 70 درهم، هادي ب 1400 ريال، ثمن هوته عرفتي بزاف 1400 ريال، والكمية محدودة، كنقول لكم سبيسيالمون في هادي، كمية محدودة سبيسيالمون في هادي. وغنجيكم للكاس، ها هو الكاس يا ناس، هاد الكاس هذا اللي فيه الهوته،
كيجيب لومبالاج ديالو. انا غنوريكم لومبالاج، بقاو معايا نوريكم لومبالاج. كيجي بهذه الطريقه هذه، ها هو لومبالاج ديالو هو هذا. شوف كيجيو فيه 6 ديال الكيسان، واعر صراحه هذا الكاس. وغنجيكم ان شاء الله الثمن ديالو. بالنسبه لهذا الكاس نورمالمون شحال كيدير في السوق هذا الكاس؟ هذا كيدير 120 درهم، حقاش كريستال وكاليتي واعره. حنا في المحل غنبيعو لكم هذا الكاس السباكيه فيها 6 الكيسان بحال هادو، كاس اللهم بارك اللي غيجي ان شاء الله غادي يقلبو غيهز منه بعينين مغمضين. 6 الكيسان بحال هادو غيبقاو لكم فقط ب 50 درهم، 6 الكيسان عوض 120 درهم عوض 90 درهم غيبقاو لكم فقط ب 50 درهم. اللهم بارك، كاس واعر بزاف بزاف بزاف. نعاود نفكركم في هاد الطويجنات، ها هما لي ديكور ديالهم واعر وكيجيو من التحت بهاد النحاس لي دوريجين، والزجاج ديالهم الفوق كريستال. هادو جوج كيبقاو لكم 60 درهم، جوج طويجنات بحال هادو 60 درهم. والهوته اللي عندنا عاوتاني ها هي هوته خطيره في هاد الميناجي هادي. عندنا هاد الميناجي راه مازال متوفر عندنا، والحباب ديال المحل والكليان الزوين راه فازوا بها صراحه. ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو مع الحباب ديالكم يزيدوا ياخذوها. هاد الميناجي فيها 6 المواس بحال هادو، 6 فراش، المهم فيها 24 بياسه، كتجيب لا فاليز ديالها. انا غنوريها لكم ان شاء الله، ها هي ها هي انا غنوريها لكم. هاد الميناجي كتجي بحال ما هكا، كتجي بلا فاليز، ها هي خطيره خطيره، والثمن ديالها هائل جدا، والله الا هائل جدا صراحه. هاوتها هادي كتبقى ب 120 درهم الاخوان، عوض ضرب على 1600 اولا 6000 ريال اولا ما عرفتش شحال كيتباعوا شي بلايص اخرين، غتبقى لكم ب 120 درهم. وماشي الثمن الاصلي ديالها، حنا غير ثمن ليكيداسيون ديسمبر، حنا باقيين في اطار ليكيداسيون ديسمبر ان شاء الله. باش جونفي غنجيبوا لكم سلعه ديال كما كيقولوا الناس المثال الحصر كيقولوا ديال الفريع، يعني سلعه واعره. وغنجيبوا لكم بريستيج كلشي ان شاء الله. فوزوا بهذه الهوته دابا، راه اثمنه خياليه، وجمعوا الفليسات ان شاء الله لديسمبر. مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا. اذا بالنسبه للطابل كنظن راه حنا سالينا منها، راه سي كليغ. باقي لي هادو اللي ما دوزتهمش لكم، هاد الكبيره عرفتي راه تبارك الله راه ماشي كبيره. شو يدي شوف قداش، اللهم بارك. هذه الثمن ديالها ما غاديش نبيعوها لكم ب 60 درهم الوحده، لا غتاخذوا وحده ب 60 درهم والثانيه غراتوي. اذا غتاخذوا جوج من هادو اللي فيهم الشجيره هنايا وفيهم الورقه هنايا، غتاخذوا جوج ان شاء الله ب 60 درهم، وحده ليك والثانيه حتى هي ليك. علاش دير لي عزيز عليك؟ العزيز عليك يجي مرحبا بيه يتقدى عندنا، راه كاين الصولد جيبو معاك، ما ديرش لي الفابور. وهاد الصغيره ديالها اولا المويان ديالها غنبيعو لكم ان شاء الله جوج ب 50 درهم، هادي جوج ب 50 درهم والكبيره جوج ب 60 درهم. مرحبا، كندونسيت لكم من لاطابل، غندوز لكم البروموسيون اللي مازال عندنا اللي في الكاس في واحد الزواقات اللي هما محددين عندنا في هاد الزواقه هذه، ما كتقشرش، كاليتي ديالها واعره. 12 كاس بحال هذا عوض 80 درهم، حنا غنبيعوهم لكم غير ب 55 درهم، كنبيعوهم نورمالمون حنا بروموسيون ب 60 درهم، وليكيداسيون ديسمبر هبطناهم لكم ل 55 درهم. كاينه حتى هاد الزواقه حتى هي ها هي في الدوري وفي لارجونتي واعره، ما كتقشرش 55 درهم، 12 كاس بحال هذا 55 درهم. كاين الفرخ ها هو في الدوري، حتى الزواقات اللي كنوريكم كامل راه كاينين في الدوري وفي لارجونتي، هذا في الدوري وفي لارجونتي حتى هو كيبقى ب 55 درهم، عرفتي ثمن هائل جدا جدا جدا. هاد الكاس صغير هذا راه تزاد، كيتباع حاليا ب 80 درهم، ولكن حنا باقي محافظين على الثمن القديم ديالو اللي هو 60 درهم. 12 كاس بحال هذا هو كيجي في لابواط 60 درهم، صغير واعر زوين. هذا الريشه راه مازال عندنا هذه 70 درهم، وهاد الديكور ديالها 70 درهم. مي ان شاء الله غندير واحد ليكيداسيون في هاد الكاس هذا، هاد الزواقه هذه عقلي عليها، هاد الزواقه هذه لي خو ديال الريشه. نورمالمون ديال الريشه كنبيعوه ب 70 درهم ها هو، وهذا حتى هو كنبيعوه ب 70 درهم. دابا هذا غنديرو لك غنديرو ليه 65 درهم. هاد الكاس ها هو هاد الزواقه، مرحبا بكم، ديوها ب 65 درهم، 65 درهم، مرحبا مرحبا بكم. هادشي في اطار ليكيداسيون فان داني. جبنا لكم الكاس اللي تسالى، ها هو وقت غندوز عليه. يا سلام على الفيرزاتشي، واو عرفتي كيجي عندنا بلاطو فيرزاتشي عندنا،
عندنا بزاف انواع ديال لي بلاطو فيرزاتشي. عرفتي هاد الكاس؟ كتشرب البلاطو فيرزاتشي مع هاد الكاس. ايوا امي راه الوقت ما كاينش راك عارفه. حنا كرهنا ان شاء الله. ديجا دوزناهم في لايف قديم، هادو درناهم في دي بلاطو فيرزاتشي ومع البراد ديالهم فيرزاتشي، جاو واعرين. المهم راه باينين هنا تبارك الله زوينين. حطينا لكم غير خمسه الكيسان. هاد الكاس هذا كنبيعو لكم 12 كاس بحالو ب 50 درهم. 12 كاس ب 50 درهم فقط، اسمعوا لي، 12 كاس ب 50 درهم فيرزاتشي. وهذا البلاطو اللي كاينين فيه راه كيدير 70 درهم. 70 درهم مرحبا. الفراقات سول كيف ديما 45 درهم 45 درهم 45 درهم 45 درهم ماشي 50 درهم. هاد البلاطوات في اطار ليكيداسيون فان داني راه نزلناهم لكم ل 5600 ريال في بلاصه 300 درهم، نزلناه لكم 5600 ريال. كاين في هاد الزواق اللهم بارك واعره بزاف هادي صراحه. اربعه البلاطوات هذا وهذا 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 5600 ريال. كاين هاد الزواق حتى هي 5600 ريال مرحبا. لي بورت سيرفيت 50 درهم 50 درهم، وهذه اللي فيها الزجاجه 60 درهم راه مازال عندنا. هاد لي بواط اللي كيتحلوا 80 درهم، وهذه كدير 100 درهم، وهذه كدير 120 درهم راه مازال ديسبونيبل عندنا. هذه شحال هذه ما بقيتش جبتها لكم صراحه. ها هي هذه حطيتوها هنايا ما بقاش كتبان امي في خبارك. هذه بينوها الناس راه كيبغيوها بزاف، والثمن ديالو رائع جدا ما بقاش فيها بزاف. هذه كتبقى ب 60 درهم واعره كريستال 12 ريال فقط لا اقل ولا اكثر. 12 ميد ريال وي تو الناس داروا في داكشي تاع الورد وهذا وحطوا في هذا. كتجي زوينه في الصالون امي هذه صراحه كتجي زوينه. مرحبا بالناس ان شاء الله. هادشي راه متعدد الاستعمالات والناس تبارك الله راه كيبدعوك. حنا كنحطوا افكار والناس هما تبارك الله راه كيبدعوا. بالنسبه للسيراميك راه شفناها في اللايف اللي فات، لا داعي نعاود نجيبو لكم عاوتاني. هو الاواني الخشبيه راه ديجا شفناهم معكم. هاد الدجاجه هادو راهم 180 درهم على جوج، هادي وهادي ب 180 درهم. كاينين في اللوينات متعدده، وديجا درناهم مع واحد لاطابل راه جاو خطيرين الناس اللي داو منهم. مرحبا مرحبا مرحبا. اذا البدله البيض كما فكرتكم ان هاد الجبانيه راه متوفره بكثره عندنا. 12 جبانيه غتبقى لكم ب 50 درهم. هاد الترسيل راه مازال عندنا، كتاخذوا هاد الكبير ديالو ها هو، ها الكبير ها هو، وكتاخذوا معاه المويان ديالو ها هو، وكتاخذوا معاه الصغير ديالو. يا سلام كيفاش كيجيو في لاطابل هادو. الناس خداو ديال طابلا مونجي ديال 6 بيرسون ديال 10 بيرسون ديال 12 بيرسون، هادو كيبقاو ب 28 درهم 560 ريال، والناس كياخذوا كونتيتي راه كضربها في 28. مرحبا مرحبا بكم. بالنسبه لهاد الترسيره ما بقاش عندنا فيه بزاف، ها هو كيبقى 54 درهم. بقات فيه كنظن هاد الكميه اللي هنا هي اللي بقات فقط، كنحطوها وكتعاود تباع وكنحطوها. هادي راه ديجا دويت لكم عليها، جوج ب 60 درهم والمويان ديالها. وجبنا لكم هاد الطبيسيل الجديد، يا سلام على الجديد هذا الصراحه. وصاوني عليه الناس بكثره، قالوا بغينا الطبسيل يكون مويان ويكون غارق ديال لي بات ديال لاسوب ديال بزاف د الحوايج. والحمد لله طحت عليه وبثمن زوين وجبتو لكم. هاد الطبسيل نورمالمون كيدير 18 درهم. هاد الطبسيل هذا هاد الكاليتي هاد لا مارك كدير 18 درهم، ولكن عنده ميزات فاتحه. جبنا لكم هاد الطبسيل غتاخذوا اربعه الطباسل بحال هادو، اربعه غتاخذوهم فقط ب 50 درهم. تخيلوا معايا ان اربعه الطباسل بحال هادو ب 50 درهم، واو 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 بزاف صراحه. بالنسبه لهاد الزرق راه كنبيع لكم اربعه، خلينا نبيع لكم لا عفوا خمسه ب 50 درهم. وجبنا لكم حتى البيض ديالو، ها هو هذاك الغارق، ها هو حتى البيض ديالو حتى هو خمسه ب 50 درهم. هاد الطبسيل ديجا دويت لكم عليه، تاهو يلاه جاي جديد مويان، كيبقاو لكم خمسه طباسل ب 35 درهم، خمسه ب 35 درهم مرحبا. هذا غيبقاو لكم اربعه ب 50 درهم، هذا مويان. ولي صلادي راه ولاو غنيين على التعريف، غير هذيك اللي ما بقاش فيها. هاد الصغيره اللي كنبيعوا لكم هايا، اللي كنبيع لكم اربعه ب 1000 ريال، اللي كبر منها اللي كدير ثلاثه ب 1200 ما بقاش فيها بزاف. هايا ما بقاش فيها بزاف، كميه محدوده ما بقاش فيها، كنظن هنايا شي 50 بياسه واقيله. المهم مرحبا بكم اللي جا غادي يفوز بها ان شاء الله. وجدت لكم اليوم قريعات ديال الزاج كيف ما كتشوفوا، باش نفكركم حما دام حنا فوقيته ديال زيت الزيتون، فوقيته ديال الزيتون. وجدت لكم موديلات بزاف من القراعي اللي عندنا لحقاش هذا اللايف هذا درناه ديال بحال نقولوا موين دقام. اللايف اللي فات دوينا على الاواني الخشبيه، دوينا على السيراميك، دوينا على البريستيج. هذا اللايف غنديروه مويان كام، غندويو على البديع البياض. المهم الحوايج الاستعمالات اليوميه اللي كنستعملوهم يوميا، والثمن راه ديما سبيسيال.
عندنا هاد القرعه فيرزاتشي واعره كتباع ب 15 درهم كنبيعوا 4 60 درهم هذه 15 درهم وعندنا هاد القرعه اللي كتمشي معها ها هي كتباع ب 18 درهم حنا غنبيعوا لكم جوج قرعات هادي وهادي غنبيعوا لكم ب 30 درهم 30 درهم هاد القرعه وهادي ب 30 درهم جوج كيمشيو اسورتي مع بعضياتهم كيجيو واعرين جبنا لكم هاد القرعه ها هي كاري تبارك الله كتهز هذه ايترونس كبيره الغلاقات كاينين في اللوينات هاد القرعه كنبيعوا لكم 4 ب 1200 جوج ب 600 واللي بغى وحده ب 300 مرحبا به 4 ب 1200 ريال اذا وحده ب 300 ريال جبنا لكم حتى الدايره ديالها نفس الثمن 4 ب 1200 اللي بغى وحده ب 300 مرحبا به جبنا لكم هاد القرعات الجديد هادو خطيرين هادو غيبقاو لكم جوج ب 60 درهم جوج قرعات بحال هادو غيبقاو لكم 60 درهم كاينين في هاد الزواقه اللي فيها هاد لي بول هنا وكاين هاد الزواقه المشرطه اذا جوج ب 60 درهم مرحبا بكم والقرعه الغنيه على التعريف اللي كتباع هنا بكثره الحمد لله هاد القرعه هادي لحقاش دني فيها ثمن سبيسيال ما كايناش في السوق بهذا الثمن لحقاش ثمن الجمله بحال كتباع اكثر من هذا الثمن حنا كنبيعوها لكم هنا بالتسقيط اكثر من ثمن الجمله غير هو ما كنبيعوش وحده جوج كنبيعوا اربعه القرعات اربعه عوض وحده عوض وحده اللي كدير 18 درهم حنا كنبيعوا لكم اربعه القرعات بحال هادو اربعه كنبيعوهم لكم ب 50 درهم تخيلوا معايا ان اربعه القرعات بحال هادو ب 50 درهم عندنا هذا الموديل الزوين ديال تركيا فيه هذه اليديات ديالو ها هو واعر هو زوين كتجي فيها القرعه الكبيره وهذا الموين ديالها بجوجهم ب 25 درهم وهادو راه ديجا شفناهم معاكم كاينه هذه كدير 15 درهم كاينه هذه كدير الزياته حتى هي 15 درهم كاينه هذه الزياته كدير 15 درهم كيمشي معها هذه القرعه غيجيو ان شاء الله نهار الاثنين ما بقاوش كيديروا 5 درهم الوحده جبنا لكم هذه القرعات على ثلاثه اللي كتجي صغيره وموين والكبيره ديالها وخطيرين لارتيزانا ماروكان وفي الدوري الرقاق ديالهم في الدوري كيجيو واعرين شو الديكور ديالهم اللهم بارك والثمن ديالهم رخيص جدا هاد البركه كامله 30 درهم 600 ريال هائل هائل وهائل جدا هاد القرعه ها هي اللي فيها اليد ديالها ميد ان تركيا كيف العاده الكاليتي ولا تتناقش الكاليتي والثمن لهوته هادي كنبيعوها لكم جوج ب 1200 ريال وحتى اللي بغى وحده مولفين ما كنبيعوش نورمالمون وحده ب 600 ريال لحقاش ما عندناش فيها ربح كثير واحد البركه قليله يلاه كنبيعو جوج يلاه كيكاليو لنا على بعضياتهم دابا ان شاء الله في ليكيداسيون ديسمبر غنبيعو لكم وحده ب 600 ريال مرحبا اللي بغى وحده ب 600 ريال مرحبا وكاين عندنا حتى ديال كارلون ديال 5 يطرو كدير 40 درهم هذه فيها 4 يطرو ودير 5 يطرو كدير 40 درهم واش باقا ولا ما بقاش ما عقاش بالضبط الصراحه غنفكركم في هذا البديع اللي عندنا هنايا هادو راه دايرين 60 درهم عندنا هاد الوريدات ما بقاش فيهم بزاف واعرين فراقه هادو لافونتاج ديالهم الصراحه استعمال حتى هما يومي تقدر ديري فيهم زيت العود والزيتون والمسائل وتقدروا ديروا فيهم قرقاع اللوز تبارك الله العزيزه عزيزه ربي يخليك راك خدامه معنا الله يخطيك من الكليه الوفيين ديال المحل صراحه منذ سنين غير الاشاره نقول لكم واحد القضيه اننا حنايا راه ماشي متطفلين على الدومين ولا يلاه بدينا في المعن الوالده ديالي الله يخليها والله يطولها في عمرها راها 14 عام هي كتبيع في الاواني 14 سنه وهي في الدومين ديال الاواني وهذا الشيء ولله الحمد توارثنا عليها الحمد لله مرحبا بكم وهذا الشيء غيبان ان شاء الله غير من المعامله فاش كتجيو للمحل بينها من المعامله كيبان لكم واحد واش مخضرم في الدومين ولا ماشي مخضرم اذا هذه 55 درهم هاد الكاريه حتى هي 55 درهم هذه ما بقاش فيها بزاف كاينه فيها واحد شي حاجه قليله اللي باقا فيها كنبيعوا لكم 110 درهم وهذا الكاس هذا الكاس واعر صراحه خطير مع المعلقه ديالو هذا بعناه لكم في 130 درهم هذا متوا غندخلو في ليكيداسيون ديسمبر صافي حتى هو في بلاصه 130 درهم غنديرو ليه 35 درهم 700 ريال في اللوينات 700 ريال مرحبا لي طاس ها هما لي مينارك هانتوما يا الساده شوف لي طاس والسوطاس تخيلوا معايا ان 6 لي طاس بحال هادو والساده لي سوطاس ديالهم ديال الزاج ولي مينارك الكاليتي المليحه هذه لا فرانس لي مينارك ميد ان فرانس غيبقاو لكم 45 درهم 900 ريال 6 900 ريال ثمن هائل واعر رخيص بزاف 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 عندنا حتى هاد لي طاس ديال ولي سوطاس ديال البومبو كيديروا 90 درهم هما كيجيو 6 الناس داو كادوات وعندنا هادو كيديروا 95 درهم الكيسان راه عندنا فيهم الصول هادو راه ديجا دويت لكم عليهم هادو ها هما باش نوريهم لكم والثمن ديالهم سبيسيال بزاف هادو صراحه
هادو راهم كيفاش نقول لكم، هادو تعايشنا معاهم هاد الديكور هذا، شخصيا هاد الديكور هو اللي كانوا كيحطوا لنا في العراس، في العزاء. الله يحفظ لكم والديكم وخوتكم، عرفتي راه هادو تعاشرنا معاهم الكيسان. نورمالمون كيتباعوا ب60 درهم هادو، تخيلوا معايا اننا 66 درهم اننا غنبيع لكم هاد الكاس، حنا كنا كنبيعوا ب40 درهم، وفي ليكيداسيون ديسمبر غتاخذوا كنبيعوا سته بحال هادو غير ب700 ريال. ليكيداسيون ديسمبر استغلوا الفرصه، راه من هنا لراس العام، واللي خدا جوج باكيات غنزيدوا نقصوا ليه 100 ريال. يلا باكيه ب700، واللي غياخذ جوج باكيات اللي هي 70 درهم غنحسبهم ليه غير ب65 درهم. يلا الرخاء له، الرخاء له في الكاس. هادو 65 درهم 12 واحد، اللي نورمالمون كياخذوا الناس 76 درهم 60 درهم، ها 12 واحد ب65 درهم. هاد السكريه ها هي على ثلاثة، هاد السكريه على ثلاثة كدير 30 درهم، فيها ديال المعالق وديال السنين داو السكر وديال المشواق، هذه الكبيره كدير 30 درهم، وجمع لكم حتى الصغيره ديالها ها هي في هذا الموديل كدير 25 درهم. وتسناونا راه كاينه دابا، كل الحمد لله كل لايف كنبغيو نجيو افكار جديده. من بين الافكار اللي جات في هذا اللايف هو اننا غنبداو ندخلو لكم بياسه جوج، غنسميوها بحال قلتي بروموسيون ديال اللايف، بياسه اللي غتكون غاليه في الثمن شويه غنسميوها بروموسيون ديال هذا اللايف هذا، واللي جا غدا ولا بعد غدا ولا في الصباح مرحبا به غادي يفوز بها. وانا جايكم ان شاء الله بروموسيون ديال هاللايف هذا وغنوريها لكم ان شاء الله. المقارج قعدنا غير جوج طرو ونص، ها هو كيدير 85 درهم، هذا تزاد حاليا البلاصه اللي كناخذو انا نيت حاليا داير 85 درهم، لحقاش تزاد هذا. انا عندي مقدي قديم كون جيت تكتيره باقي عندي غير منو 85 درهم، مخليه بنفس الثمن، واخا تزاد انا غنخليه بنفس الثمن ولله الحمد. المقراج البراد الثقيل والعملي، هذا البراد علاش كنجبدو لكم يوميا او كل لايف اسمحوا لي، علاش كنجبدو لكم؟ لحقاش هذا البراد هوته، غنشرح لكم علاش. هذا البراد نمرة 10 كيهز اترو، نورمالمون البراد اللي الاستعمالات اليوميه اللي كنعرفوه كاملين هو الاصيل، ها هو هذا هو ديال الاستعمالات اليوميه اللي ما كيموتش، ولكن حنا خالفنا التقليد. علاش خالفنا التقليد؟ لان جبنا لكم براد رخص منه وتقل منه وكاليتي احسن منه وشي حاجه مليحه اللي نورمالمون كيتحطوا غير للضيافه هو الصغير ديالو الكبير ديالو، وجبنا لكم الثمن قل من ديال البراد ديال الاستعمال اليومي. اذا البراد زوين غتقدر تستعملو يوميا نتايا بهذا الديكور هذا، واليد ديالو تبارك الله راه غليظه ماشي ديك الرقيقه، باش تعرفوا الفرق شوفوا اليد ديال هذا، ها انتوما شوفوا اليد ديال هذا. المهم غير باش تعرفوا الفرق في الكاليتي، لحقاش بزاف لي ديتاي كيدخلوا في الثمن. هذا البراد هذا لي نورمالمون كيدير 90 درهم، هذا نمرة 10 حنا غنبيعو لكم 70 درهم. وهذا البراد هذا لي نورمالمون كيدير 110 درهم 120 درهم، هذا النمرة 14 غنبيعوهم لكم حنا فقط ب 90 درهم. اولا شوفي غزلان هذا غنديرو تابو غندخلو في ليكيداسيون ديسمبر 85 درهم، هاد الكبيرة، هاد الصغير غيبقى ب 78 درهم، وهذا غندخلو في ليكيداسيون ديسمبر غنديرو ليه 85 درهم، صافي عقلي معايا. الله يجازي الله يلا يرضي عليك، حنا مع اللايف كنزيدو كنبقاو الحمد لله الكليان الزوين كيعطيك ديما طاقة إيجابية كتنقص بلا ما تسوق صراحة. هاد المقراج كرانيت المليح اللي مضوبل من التحت، ماشي داك اللي رقيق من التحت، اللي كيدير 180 درهم 200 درهم، حنا كنجيبوه لكم 150 درهم، هاو 150 درهم 150 درهم، حاجة مليحة وكاليتي مليحة. بالنسبة لهاد الطاجين فيرزاتشي راه كيدير 150 درهم، كاين عندنا كاسرونات، كاين سلعة كثيرة. توصيع على سبعة السلعة الأكثر شهرة واللي كتباع بزاف، نوريكم لي موديل اللي بقاو عندنا فيه. توصيع على سبعة بقى عندنا في هذا الموديل المنقط في البيض، وبقى عندنا في الدوري، وبقى عندنا هذه الفرفارة في الدوري، ما بقاش عندنا في لارجونتي، في لارجونتي ما بقاش عندنا في الدوري سمحوا لي، وبقى عندنا هذا المطروز في الدوري. هادو هما لي موديل اللي بقاو عندنا. وبالنسبة للفراقات راه مازال عندنا هذه المشرطة صراحة، واحد السيدة عرفتي الذوق ديالها رفيع. علاش؟ جات قالت لي انا عشقت هذا البيض، عرفتي صوبات واحد الباك وداتو، انا صدماتني، انا صدماتني عرفتي صراحة صدماتني، صوبات ماما تجنات صراحة، فكرة زوينة، كنشكرك على هذا الرأي ديالك، نخدمو عليها ان شاء الله صراحة، باش ان شاء الله يكبر الريزو
نزيدوا مازال نجيب لكم ان شاء الله المفاجآت، نجيب لكم الاسمنه الخياليه ان شاء الله. شكرا بزاف ماما جناش. صوبات كما قلت لكم هذا الباك طلع واعر ابيض. هذا الطبسيل هذا كيدير 45 درهم، ما هو ما بقاش عندنا في الدوري، بقى عندنا غير في هذا الخضيضر وفي هذا الاحمر. 45 درهم ثمن هائل. القصريات عوض 50 درهم، راه عندنا 45 درهم البلاطو، 45 درهم هذا، 45 درهم هذا البلاطو حتى هو، 45 درهم هذا الرزق داك في الاشمنه. الصلادي عوض 70 درهم، هذا ليها 60 درهم. هاد الاناناس جوج ب50 درهم، راه مازال ديسپونيبل. وانا ان شاء الله جايكم البلاطوات اللي مازال عندنا، البلاطوات اللي مازال عندنا واللي فيهم اسمنه زوينه اللي غيبقاو ان شاء الله من هنا حتى راس العام. مرحبا بكم، وغنجيكم ان شاء الله دي بلاطو اللي جاوا جداد اللي تسنيناهم بكثره ديال 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 الميلامين، شي حاجه مليحه. بالنسبه للبلاطوات مازال عندنا هادو، اسمحوا لي الفرق، راه مازال عندنا مشرطه نسيتها. لي بلاطو عندنا هادو في 4 الزواقات واعرين، كاليتي خطيره، بعناهم ب 120 درهم. ليكيداسيون دي سومبر غندير لكم 110 درهم، ناقص 10 درهم واعرين، ناقص 10 درهم. كاين في هاد الزواقه، كاين في هاد الزواقه، كاين في هاد الزواقه. واخا هذا ديال الخشب، ها هو ديال العود الكبير ماشي الصغير، كيبقى 80 درهم. هذا عوض 150 درهم، غندير ليه 140 درهم. ودابا في هاد اللايف غنزدوه لكم ل 130 درهم، 130 درهم. هادشي بلاطو تبارك الله رفيع، شوف شحال غليظه هاد اليد ديالو هنا، وفيه رجيلات، ومن التحت فيها التوشيه هادي باش ما كيسمعش الكيسان، لحقاش لي بلاطو كاينين بزاف كيسمعوا الكيسان. وفيه هاد المرخ الرخامه هنايا، صراحه زوين. جبنا لكم هاد لي بلاطو حتى هما هما فيرزاتشي على جوج، كيديروا 200 درهم، كاينين في لارجونتي، وكاينين حتى في الدوره كيديروا 200 درهم، واللي على ثلاثه كيديروا 250 درهم. مرحبا مرحبا بكم. غنجيكم ان شاء الله لي بيس اولا، غنبدا لكم بعدا بلي باني بان. غزلان تقدر تشد لي واحد الدقيقه عافاك التليفون، نوري الناس لي باني بان اللي كيسولوا عليهم ديما اللي مازال ديسبونيبل عندنا. بالنسبه لي باني بان غندير لكم بلي باني اللي كيفاش نقول لكم تراديسيونيل ولاو عندنا. هذه راه مازال عندنا، ها هي كدير عوض 70 درهم، كدير 55 درهم، ها هي مازال عندنا. هذه راه بقات عندنا غير في البرونز، وغنجيبوها ان شاء الله في الدوري هاد السيمانه الجايه، عوض 70 درهم و80 درهم، حتى هي كتبقى ب 55 درهم، ب 55 درهم واعره صراحه. عندنا هاد الجوج ها هما لا مارك تاتش الغنيه على التعريف، كيجيو جوج ها هما، والتيسي ديالهم ها هو فيه صدافي كيتحيد. هادو جوج كيبقاو لكم ب 100 درهم، جوج ب 100 درهم، حتى هو خطير يعني. عندنا لكم هاد الموديل هذا ها هو، الله هاد الموديل هذا ها هو، شفتوه كاين في هاد المستطيل ديالو، كيجي التحتيه ديالو شي حاجه كاليتي مليحه بالغطا ديالو، كيدير 100 درهم هذا. وعندنا حتى في الاوفال ديالو ها هو كيبقى ب 100 درهم، وعندنا حتى في الدار ديالو ها هو كيبقى حتى هو ب 100 درهم في هاد الحجر الفوق، اللهم بارك حاجه مليحه. عندنا هاد البورت كاطو ها هي، عندنا هاد البورت كاطو ها هي كتبقى ب 60 درهم كامله زاج، شي حاجه مليحه كامله زاج. وعندنا هاد الباني هاي، وهاد ديال الخبز حتى هو كاين في الباج وكاين في الكحل، هذا ديال القزدير شي حاجه مليحه، واليديات ديالو ملاح. هذا الصراحه انا عجبني، ما شفتش ديال القنب لحقا جاتني هذه براتيك، ما تخسرش وحاجه مليحه. وفيها الغطا ديالو تبارك الله شحال غليظ، كيخدم كراده وكيخدم غطا وميم طون، حاجه زوينه. هادو بالنسبه لي باني فان اللي عندنا اللي مازال ديسبونيبل عندنا، والاثمنه راه مناسبه مقارنه مع السوق. والطوندونس اللي دوزنا لكم اللايف اللي فات راه مازال عندنا بكثره، هذه غير جيو ليها ان شاء الله. علاش جبناها بكثره؟ لحقاش تحاشمنا مع الناس فاش دخلت المره اللي فاتت، حيت ديما كنقول الناس واحد القضيه، ها هما ها هو الطوندونس، ديما كنقول الناس واحد القضيه، ان السلعه اللي كنقولوا فيها راه كميه محدوده، راه ماشي حنا اللي كنديروا كميه محدوده، راه كاين واحد الناس اللي كيدخلوها، وهذوك الناس اللي كيدخلوها كيجيبوها من واحد المصنع. واش كاين في تركيا؟ واش كاين في لاشين؟ وفين كاين؟ هذاك المصنع حتى هو مع هاد لاكريز اللي كاينه دابا كيعطيو حتى هما كميه محدوده، لحقاش عندهم بزاف الزبناء في العالم كامل. اذا فاش كنقولوا حاجه كميه محدوده، ديك الشيء كيعنيو ان الناس خاصهم يسارعوا يديوها قبل ما تتقاعد. داك الشيء علاش هاد البلاطو الحمد لله حطينا فيه كميه كثيره، حطينا في ستوك باش ما نتحاسموش مع الناس يجيو وما يلقاوش. اللي كيبقى ب 30 درهم فيه الزواقات بزاف، انا راه جابت غير شويه، جابت هنا غير 8، هو راه فيه شي 12 زواقه كاين في الطويل ديالو. ولافونتاج اللي في هذا البلاطو عكس القديم، شوف شوف تبارك الله شحال مرخم واعر، الديكور واعر صراحه.
ديال الزاج، ماشي بلاستيك، ديال الزاج، وعندو رجيلات. شوفوا صراحه هذا واخا خلينا ب 30 درهم ولكن راه زيد في الكاليتي على القديم اللي كنا كنجيبوه. سيد اليديات ديالو وكيجي متين وصحيح، ولافونتاج اللي فيه ان كيجي معاه لومبالاج، ما بقاش كيجي غير في ميكا ولا كيجي في لومبالاج. هاد الدير ديالو حتى هو نوريكم كيف كيجي بلومبالاج. باغ اكزومبل ها هو ها لومبالاج ديالو، شتيه كيجي فيه بلاطو، كل كارطونه فيها بلاطو. الدير حتى هو كاين زواقات متعدده، انا جبت غير شويه، مي راه كاينه شي 12 زواقه في كل هاد الطويل، 12 زواقه في هاد الدير. مرحبا بكم. نفكركم ان هاد الفراقه ها هي زوينه ديال الزاج، ماشي بلاستيك، هادي راه زاج، شتوها هادي راه زاج، الغطايات ديالها ديال العود، وهاد السيبولا ديالها ديال العود، وما كديرش 120 درهم، كدير غير 70 درهم. سريعوا خذوها. هاد الكغاف ها هي عندنا ليمينارك، حاجه مليحه، كتبقى لكم غير ب 38 درهم، عوض 40 درهم و 50 درهم. هاد لي كغاف راه مازال عندنا واعرين صراحه، خطيرين. هاد الصغير كيدير 75 درهم، هذا كيدير 90 درهم، وهذا كيدير 100 درهم. هذا تبارك الله كيهز وقال على 2 متر ونص وفما فوق. هاد الفنيقات ها هما، ها هما الفنيقات. نوريكم تبارك الله كيدير، اللهم بارك. شوف 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 فيهم رجيلات، البلاطو ديالهم حتى هو فيه رجيلات، كيمشيو مع البلاطو ديالهم هادو. اللقطة ديالهم ديال الزاج واعرين. الناس اللي بغات تسكريني راه مازال عندنا هاد الفنيقات هادو، والثمن ديالهم سبيسيال واعر. الثمن ديالهم عوض 500 درهم و 600 درهم، كنبيعوهم حنايا 430 درهم، 430 درهم. شوف تبارك الله بالبلاطو ديالهم، اتونسيون بالبلاطو ديالهم 430 درهم، وكاليتي البروميير. غيزان شدي البلاطو عافاك، شدي ليا باش نوري الناس الكاليتي ديالهم من اللور. ها هما ديال التاج، هادو كيبقاو في الصالون ديال التاج، هادو ماشي كاليتي، هما رويال ديال التاج، راه معروفه هاد لاماركة، هادي كاليتي اللهم بارك مليحه. غيبقاو لكم 430 درهم. مرحبا مرحبا. الناس كيتسناو، اش كيتسناو غيزلان؟ اش كيتسناو الناس؟ الجديد هما هادشي ديما جايب لهم الجديد. لا ها هاو قلت الفكره اللي دوينا عليها قبيله هو ان من هذا اللايف هذا غندير حتى راس العام ان شاء الله، في كل لايف غادي نديرو هوتة اللايف، غنعزلو واحد البياسة اللي كنبيعوها غالية، اللي كتجي الناس غالية شوية، غنديروها هوتة اللايف. يلا غيزان دخلي عليا، دخلي عليا للمسرح، أريها دخلي عليا للمسرح، أريها بلاتي أمي شوية حافاك، ولا حطي هنا الفوق، حطي هنا الفوق باش نوريها الناس مزيان، أريها حطي هنا الفوق غيزان، حطي هنا الفوق باش نوريها الناس مزيان، زيدي 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 زيدي. زيدي 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 اي 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 يا سلام، الله يلا واعره والله صراحة. شوف ها هوتة اللايف، العجانة الكاليتي المزيانة ديال تركيا، اللي عندنا العصارة ديال هاد لامارك، وعندنا البانيني ديالها، يعني ماشي شي ماركة عادية، وطاحت تبارك الله. المهم باش نكون معكم صريح، في هاد العجانة هادي، هاد العجانة السلعة اللي كانت قدانا هادي كانت عندي هادي، وتسالات، ما بقاش عند مولاها، شي حاولنا كنطلبوا ليها، وغير بارازار سبحان الله كانت قدام عند واحد السلعه، مشى للديبو كيهز ويقول لي لقيت عجانه باقا حاصله تما كاع ما بانت ليا كاع. قلت لي اراها ليا، اراها ليا، راني محتاجها لواحد اللايف. اذا هاد العجانه اول حاجه فيها 1200 واط، ما فيهاش 27 فيها 700 واط ولا 600 واط، هذه اول حاجه. سمارت يعني ذكيه، كتبروغراما هاد اللعيبه ديالها، كتشعل بالزرق، ها هي كتشعل بالضو، وفيها حتى لسيزيام فيتيس. وبالنسبه للماس هذا راه كيتسورت، ماشي غير كيتحط، ها هو كيتسورت، شوف فيه الكليك، ها هي كيتسورت. نوريكم الماس اللي كيجيو معاها، كيجي معاها هاد الموس، ها هو المهم ماشي ماس، هادو ما عرفتش نسميوهم. كيجي معاها هذا، ها هو ديال العجينه، سمحوا لي، كيجي معاها هذا ديال العجينه، وكيجي معاها هذا ديال البيض. المهم هاد العجانه شحال كدير اولا شحال كتباع؟ هادي كتباع ب 1200 درهم، متفقين؟ كتباع ب 1200 درهم. شحال غنبيعو لكم حنايا؟ شحال من ايترو هادي؟ راه فيها 5 ايترو، على ما عقلت راه فيها 5 ايترو. سمحوا لي نشوف كل الميكروات اللي فيها، مكتوباش هنا 3 ان 6 6 سبيد، اوكي. المهم هادي راه فيها 5 ايترو، باش انا عاقل عليها، باش انا عندي الريفيرونس ديالها، فيها 5 ايترو.
كتصور من هنايا هي باش كتحل هذه باش كتنزل كتصور ديالك كتوراك عاد كتنزل والثمن ديالها ما غنبيعوش لكم ب 1200 درهم ولا 1100 درهم ولا 950 درهم غنبيعوها لكم فقط ب 700 درهم وكاينه بياسه وحده اللي جي يفوز بها وحنا عندنا عجانات ماشي ما عندناش ها هما عندنا كنجيبوا عندنا ديال هاد تكنو سويس شو اللي في هذه هي المليحه عندنا نورمالمون فيها 1100 واط هذيك راه فيها 1200 وهذه غلا من هذه بثمن البروموسيون اللي درنا دابا عندنا ايتيمات وعندنا هاد بونومي حتى شي نهار ان شاء الله غندير لكم شي لايف سبيسيال على العجانات وعلى الكوكوط الكتريك وعلى شي نهار غندير لكم شي لايف ان شاء الله سبيسيال على هذا الشيء هذا وندخل لكم ان شاء الله شي حاجه جديده عاد نديرها ما يمكنش انا نديرو بلا ما ندخل الجديد هذا هو التقليد اللي ولفنا في المحل اذا هذه 700 درهم هي همزه لايف في انتظار ان شاء الله اللايف الجاي حتى هو نديرو فيه همزه اللايف شي بياسه ننزلوها واللي جا غدا يفوز بها هذه مرحبا به راه فيها بزاف الديتاي ما نطولش عليكم مابقاش لكم في الديتاي ديال العجان راه تبارك الله معروفين بالنسبه للبلاستيك او للميلامين اللي دخلنا جديد ديال تركيا ها البلاطو اللي نتهضرتوه كثره ها هو البلاطو هذا البلاطو معلومه مفيده انه كيتباع ب 18 درهم هذا البلاطو هذا في هاد الزواقه في هاد الزواقه في هاد الزواقه في هاد الزواقه هذا بالنسبه للابيض غنجيكم الكحل في هاد الزواقه واه شحال واعر تبارك الله هذه شوف الريشه خطيره في هاد الزواقه الكحل حتى هو في هاد الزواقه شوفوا شوفوا الزواقات فيه هائلين شوف واش عجبوني انا هذا ميد ان تركيا حاجه مليحه في هاد الزواقه حتى هو تراديسيونيل المهم كاينين زواقات مختلفه وراهم كاينين ولله الحمد بكميه متوفره عندنا ستوك وهادو عوض 18 درهم الواحد غنبيعو لكم اربعه البلاطوات بحال هادو اربعه غنبيعو لكم ب 50 درهم اربعه البلاطوات ب 50 درهم وجبنا لكم حتى هاد الكبير ديالو هذا ميلامين ماشي بلاستيك عادي ها هو الكبير اللي فيه ليديات كبير هذا غنبيعو لكم اربعه البلاطوات بحال هادو ب 60 درهم كاينين فيه توا زواقات ها هما كاينين فيه زواقات صراحه واعرين هذا غيبقى لكم 64 درهم وهذا غيبقى لكم 54 درهم الصنيديق مارشي كريو العجيب راه مازال عندنا كنبيعوا لكم 4 ب 50 درهم 4 ب 50 درهم هذه التوشيه راه عاودنا جبناها كنبيعوا لكم 10 درهم الوحده مرحبا واحد المفاجاه ان شاء الله غادي ندوي لكم عليها دابا اللي غتكون عندنا اللايف الجاي ان شاء الله هو اننا غندخل لكم واحد الارتيكل اللي عمرنا بعنا لكم في شي لايف كنبيعوه نورمالمون كيعمرنا دوزنا لكم في اللايف اللي غيكون بثمن هائل علاش لحقاش جاو الناس بزاف كليان وقالوا لنا جيبوهم لينا جيبوهم لينا راه موالفين كتجيبوهم لينا راه حنا خديناهم بثمن غالي وكيف العاده في ميزات فاتحه راه جابت لكم البانطوفا ما غنبينهاش دابا غنوريكم غير واحد البتيت لي موديل جابت لي غير صافي غير تنشي هاد الكرطونه صافي المهم ان شاء الله نوريو الناس بعدا هاد كاينين لي موديل كاين لي موديل بزاف والاثمنه ها الرزق داك نوريكم بعدا هاد الموديل هذا ها هو واعر واعر صراحه شوف وان شاء الله اللي غيجي السبت والحد هادو غيكونوا هاد الويكاند ديسبونيبل نوريكم هادي هادي شوف خلي حلي هادي غير خلي لي شوف صراحة عشان كاليتي واعرة هادي الناس اللي مقبلين على الزواج الناس اللي عندهم مع هاد لي ستيل والبنات راه كيجيو واعرين هادو بالنسبة لهاد البانطوفا صندالة المهم بانطوفا صندالة واعرة قالت لي اختي هادي راه كتباع في قيصريات كدير 90 درهم 80 درهم ياك 90 درهم 80 درهم حنا في المحل كاينة ديسبونيبل عندنا جيو مرحبا بكم غنبيعوها لكم ب 60 درهم 12 ريال واعرة شي حاجه كاليتي مليحه الجاج الزواقات اللي شي صافي دابا داكشي الاخر ماشي مشكل ماشي مشكل جبت لكم حتى هاد البانطوفا ها هي اجي غير نحل لي هذه شويه اجي حل لي الناس كاين اللوينات ديما كتجي كرتونه مختلفه الالوان مختلفين شوف كيجيو الالوان مختلفين كاينين ديكورات اخرى كاينين الرجال كاينين ديال العيالات كاين ديال كلشي شوف هاد البانطوفا واعره صراحه حتى هي كاين الموضه كحل كاين اللوينات هذا شحال كتبقى في الثمن ديال غيزه حتى اللايف الجاي اذا اللايف الجاي انتظروا البانطوفا بالاثمنه الخياليه والمفاجئه ان شاء الله
مرحبا بكم. ها الموف، المهم كاينين الموديلات بزاف، كاينين ان شاء الله غير تسناو اللايف الجاي غندوز لكم البانطوفه ماشي بوحدها، غندوز لكم الموان نورمالمون لحقاش اختصاص ديالنا حنا الاواني، وغادي ندوز لكم ان شاء الله واحد لاباشي من اللايف غنجبد لكم البانطوفه علاش اللي طلبت لينا كما قالت اختي، ونشوفوا اسمين الخياليه اللي غندولها ان شاء الله. مرحبا بكم. بالنسبه لهاد السخانه هاي راه مازال عندنا 60 درهم هاي ديال البرد هادي اللي دارونا عظيمه 60 درهم راه مازال عندنا. اذا نختم لكم هذا اللايف ما نطولش عليكم بهذا الباك، ما نطولش عليكم، عندنا هذا الباك فين التفصيل ديالو غير الباك ها هو التفصيل ها. ما بقاش لنا الوقت الصراحه فين نوجدو هذا المشكل ديما كنلقاوه، ان شاء الله حنا خدامين على الاورغانيزاسيون ولا هادشي هذا. بالنسبه لهذا الباك هذا ها هو اللي عندنا، كيجي فيه التبصيل، كيجي فيه الفراقه، كيجي فيه التبصيل على سبعه، ها هو واعر هذا زوين خطير. كاين وقال باقي فيه جوج زواق اخرى راها باقا كنظن لا ما بقاش تقادات، لا زواق اخرى تقادات غير زين ياك المطروز لا تقادات صافي ماشي مشكل. عندنا هذا البلاطو وعندنا هاد الفراقه وعندنا هاد التبصيل على سبعه، هاد البركه كامله غتبقى لكم ب 170 درهم 170 درهم. مرحبا بكم، السلعه راه كاينه متوفره، كاينين شكيات اخرين، كل لايف كنبينوا دي موديل، كل لايف كنبينوا واحد النوع ديال الاواني، ما يجيو ان شاء الله المحل. مرحبا بكم، حنا كنتواجدوا في عين السبع باش نعاد لكم المحل. هذا اللي قدامي راه التكوين المهني ديال البلاستيك ولاكرو اليمونتير، ها هو اون فاس هذا اللور ديالو. حنا كنتواجدوا في عين السبع شارع المحطه اللي كتشوفوا الهيبل الزرق، راه هو هذاك الكلينيك الجديد اللي هو كلينيك اش بي سي عين السبع، راه معروف دابا يلاه دار شي عامين راه معروف، كيجي حدا الرون بوان اقبال، راه هي رون بوان معروفه باقبال، هذيك الرون بوان كطلعوا مع هاد الشانطي واحد 200 متر كتلقاو المحل ديالنا. ها هو مرحبا بكم، كنبيعوا الاواني المنزليه، كنبيعوا مواد تنظيف، كنبيعوا كلشي. اذا مرحبا بكم في محلكم وخليتكم على خير. مرحبا.